How are you doing؟ موضوع حلقتي النهاردة هو مهم جدا. النهاردة هتكلم عن الكلمات اللي في الانجليش اللي بتتنطق غلط. الجزء دوت او مجموعة الحلقات اللي هعملها دي هسميها ازاي تنطق، والنهاردة هيبقى الجزء الاول منها. طيب قبل ما ابدأ الاول موضوع حلقتي، ياريت اللي ما عملش سبسكرايب للقناة يعمل سبسكرايب للقناة. انا شايفاك يا اللي ما عملتش سبسكرايب وبرضه بتتفرج يعني، بس مش مشكله، مفيش مشكله برضه. وبقى شير اون يور فريندز. اول كلمه معايا النهارده واللي هي عملت عشانها الحلقه دي وخصصت لها بعد كده اجزاء هي كلمه دي. الكلمه دي والله ما اسمهاش كونكت خالص، ما اسمهاش كونكت. كونكت باعتبار طبعا ان ده المنهج الجديد، وان انا بقابل كتير جدا جدا في اليوم بيتقال لي، حتى البيرنتس برضو بيقولوا لي كونكت كونكت كونكت. هي ما اسمهاش كونكت، هي اسمها كونكت كونكت كونكت. تمام، كونكت يعني حاول تاكل الاو شويه. تمام، فهي اسمها كونكت، والله ما اسمهاش كونكت خالص خالص. ايه كونكت، كونكشن، الحاجات دي كلها كده كل منها الاو. تمام، لان احنا اخذنا في سلسله الاو وقلنا ان الاو دي ليها حالات معينه في النطق، ليها اربع حالات. واللي ما يتفرجش يا جماعه على حالات نطق حرف الاو يتفرج، لان هي مهمه جدا والله العظيم وهتفيدك كتير جدا برضو. فخلاص كده الكلمه دي اسمها كونكت. طيب تاني كلمه بقى عندي هي كلمه كمبيوتر. معلومة بس قبل ما ابدأ في الشرح، الكلمة الاول بيتنطق ازاي؟ انه مفيش حرف الطه في الانجليش. تمام، مفيش حرف الطه خالص في الانجليش. بس طبعا عشان احنا اللغة العربية مسيطرة علينا جدا طبعا ونتكلمها على طول، فكل ما بنشوف ت بننطقها طه. فبس في الانجليش مفيش الحرف ده خالص، يعني الحرف ده لا يقابل حرف في الانجليش. تمام، فكلمه كمبيوتر ما اسمهاش كمبيوتر، والله ولا موجوده في البريتش اكسنت ولا موجوده في الامريكان اكسنت برضو كمبيوتر. تمام، فانت لو عايز تنطقها صح انت عندك نطقين ليها، لا اما تقول كمبيوتر كمبيوتر كمبيوتر، وطبعا هتشيل التي وتحط ار، ده بالامريكان اكسنت، علشان التي لما تكون بتوين تو فاولز التي بتتنطق ار او دي، وممكن برضو تقولها بالدي فيبقى كمبيوتر كمبيوتر كمبيوتر، وبرضو as you like، عايز بقى تقولها كمبيوتر، عايز تقولها كمبيوتر، as you like. انما بقى بالبريتش اكسنت اسمها كمبيوتر 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 كمبيوتر، ت ت الار سايلنت، الار ما بتتنطقش علشان هما دايما بياكلوا الار في كل الكلمات. تمام، يعني دايما الار لما بتبقى في الاخر كده بياكلوها فما بتتنطقش، فانت حر بقى تنطقها باي نطق، المهم انها تتنطق صح وخلاص. البريتش اكسنت بقى، الامريكان اكسنت، از يو لايك. الكلمه اللي بعد كده، الكلمه دي بقى مهمه جدا عشان انا عندي الكيدز على طول بيقولها لي في الكلاسز، فهي بقى كلمه ووتر. ما اسمهاش ووتر وبيتكوا على الار بقى كمان، ووتر. بصوا بقى، هي الكلمه دي لو انت عايز تنطقها، احنا قلنا الاول انه مفيش طه في الانجليش فهننطقها بالتي. جرب كده تحط بدل الطه تي فتقولها وات وات. تمام كده لحد كده اوكي. لو انت عايز بقى تنطقها في البريتش اكسنت هتقولها، احنا اتفقنا طبعا ان الار ما بتتنطقش طالما في الاخر، فهتقولها وات وات وات. تمام كده، دي بالبريتش اكسنت. انما بالامريكان اكسنت اسمها برضو التي هنا بين تو فاولز، فطبعا انت هتحط لا اما حرف الار لا اما حرف الدي، فانت حر برضو في نطقك ليهم، يعني انت الاثنين مخير فيهم عادي مفيش مشكله، المهم تنطقها صح. فلا اما هتقول عليها وير وير، لا اما واتر واتر. اوكي طيب، عايزه بقى برضو اضيف معلومه انه حرف الار في الانجليش مش بيتنطق ار اللي هو ره، يعني ار انت مش بتجيبها لبره زي حرف الار في العربي، الره في العربي، حرف الره في العربي انت من جوه لبره انت بتطلعه ره ره، انما الار حاول ترجعها لورا ار ار ار، هي كده والله ما تضحكوش، هي كده والله، هي بتتنطق كده الار. يعني مثلا حاول تخلي لسانك عامل، بص يعني لسانك ما يخبطش في الحلق فوق، هتحاول تقولها وترجعها ورا شويه مش تجيبها لقدام. تمام، لانك انت حتى لو قلت ووتر غلط غلط خالص، انت كده بتنطق الره
هي برضو اللغة العربية هي عشان مأثرة علينا جدا، فإحنا بننطق بعض كلمات في الإنجليش غلط لأن هي بترجع للغتنا الأم أساسا. فهي اسمها كلمة لا إما water طقش الآر خالص تمام، لا إما اسمها water water أو water water. أوكي طيب ناخد بقى الكلمة اللي بعد كده اللي هي اسمها محادثة. الكلمة دي ما اسمهاش conversation تمام، برضو ليها نطقين بالبريتش اكسنت وبالامريكان اكسنت. البريتش اكسنت لما بيكون الار قبله حرف فاول هما بياكلوه، يعني بيبقى خفيف قوي ما بيتنطقش عندهم تمام. فالكلمه دي شيل منها الار كده تمام، هتبقى اسمها ايه؟ conversation 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 conversation، دي بالبريتش اكسنت تمام كده. حلو قوي. طب انا عايزه انطقها مثلا بالامريكان اكسنت، هقولها ازاي؟ هقولها conversation conversation، هنطق الار بس الار اللي انا هنطقها الاس هتبقى اس، لكن بالبريتش اكسنت هتبقى الاس زد وهشيل الار، فتبقى اسمها conversation conversation تمام كده. احنا بقى بالايجيبشن اكسنت هيبقى اسمها conversation، يعني انت بتنطق الار وبتنطق الاس زد، فده غلط خالص تمام. فانت عندك بقى كده نطقين، انت اختار برضو اللي انت عايزه، اللي انت عايزه يعني تختاره انطق بيه، مفيش مشكله خالص. طيب في بقى بعد كده عندي كلمه زي كلمه today، مش اسمها today تمام today لا خالص، لانه من حالات حرف الاو برضو لما بيكون موجود في كلمه كبيره شويه مش بيتنطق فكلها، فاسمها today 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 تمام كده. والكلمه دي ما اسمهاش tonight، هيبقى اسمها tonight tonight tonight. وكذلك برضو الكلمه دي ما اسمهاش together، هيبقى اسمها together 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 تمام كده. طيب وبرضو بقى عندي لما مثلا حد يقول لي حاجه وانا اقول له ايه عيدها لي تاني، اسمها pardon me pardon pardon، ما اسمهاش باردون، ما اسمهاش باردون خالص، اسمها باردن باردن باردن، الكلمة دي اسمها باردن تمام كده. طيب انما بقى ساندويتش، وكمان بقى لا ده مش كمان ساندويتش، ده كمان لما بيتجمع كمان بيتقال غلط، يعني في ناس كمان تقول الساندويتشز ساندويتشز، هو ما اسموش اصلا ساندويتشز خالص حتى في الانجليش، هو اسمه ساندويتش ساندويتش. انت بتشيل الدي خالص ما بتنطقهاش، لانه من قواعد حرف الدي في الانجليش انه لما بيبقى في الاغلب قبله حرف الان لا ينطق، او بعده حرف الان لا ينطق. فبالتالي هي كلمه ساندويتش بالانجليش اسمها ساندويتش ساندويتش، وهي عندنا احنا بالايجيبشن اكسنت اسمها ساندويتش ساندويتش، بس هي طبعا اسمها ساندويتش. طيب انما بقى طبعا اليوم الاربع اسمه وينزداي وينزداي، لانه هنا هو برضو الدي والان لا ينطق، فانا كلت الدي خالص ونطقت الاس زد، ما نطقتهاش اس، ما قلتش وينزداي، انا قلت وينزداي 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 تمام كده. طيب في بقى بعد كده عندي مثلا زي كلمه الغدا، لانش 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 بوكس لانش لانش لانش، دي طبعا غلط خالص، كلمه لانش دي سي اتش في الانجليش بتتنطق ت ت ت تمام كده. فاحنا دايما الكلمه دي اجنبيه مش جايه من ثقافات اخرى على يعني مش جايه مثلا من مش كلمه فرنسيه ودخلت على الانجليش، او مثلا كلمه يونانيه ودخلت على الانجليش، هي اسمها لانش لانش، طالما ان هي كلمه اجنبيه يبقى سي اتش تنطق ت ت ت، فهي اسمها لانش لانش تمام. طيب عشان كده بقى عشان كده كلمة أركايف بتتنطق أرشيف تمام، ليه بقى؟ علشان الإنجليش السي اتش بتتنطق تش تش، بس هي للأسف الكلمة دي أصلا مش أجنبية، هي الكلمة دي يونانية تمام، وهي دخيلة على الثقافة الأجنبية، فهي الكلمة دي اسمها أركايف 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 تمام، ما اسمهاش أرشيف خالص تمام، لان هي كلمه يونانيه، فالسي اتش هنا اتنطقت ك ك، فلما سي اتش تتنطق ك نعرف على طول ان هي يونانيه، لو سي اتش اتنطقت ش ش نعرف على طول ان هي كلمه فرنسيه ودخلت على الانجليش، زي كلمه موستاش موستاش اللي هي شنب، موستاش بتتبقى بسي اتش وبتتنطق ش عشان هي كلمه فرنسيه. طيب
في بقى عندي كلمة الكلمة دي، الكلمة دي، الكلمة دي بقى اسمها ايه يا حلوين؟ لا مش سيرش، اسمها سيرش، سيرش. انا عايزة السي اتش كده تبان، سيرش سيرش. اوكي طيب، وهينطبق برضو بقى على شهر ثلاثة. شهر ثلاثة ما اسموش مارش، اسمه مارتش، مارتش، مارتش. تمام كده خلاص. طيب والكلمة دي اسمها هوتيل، صح؟ هوتيل، مش عارفة اسمها، اسمها ايه؟ اسمها هوتيل، هوتيل، هوتيل. خلي بالنا من ال ال ال. تمام، وهقول لكم امتى انطق ال ال كده وامتى انطقها ال خفيفه، لما يجي وقتها ان شاء الله هبشرح موضوع ال ال ده. بس اسمها هوتيل، هوتيل، مش هوتيل، مش هوتيل خالص. طيب وكذلك برضو الكلمه دي ما اسمهاش كانال، او مش عارفه بسمعها حاجات غريبه بس مش في دماغي يعني، اسمها كانال، كانال، كانال. اوكي ال ال بقى نخلي بالنا منها. ممكن مثلا حد يقول كانال، لا هي اسمها كانال، هي اسمها كانال. تمام طيب، ووسيم بقى بالانجلش، بما اخذت، بما اني اخذت كلمه ساندويتش، فوسيم بقى بالانجلش الكلمه دي هتتنطق ايه؟ ايوه انا سمعت صوت الدي برضو بيتقال، لا اسمها هانسم، هانسم، هانسم. تمام، يبقى وسيم بالانجلش يعني هانسم، ودي بتطلق على فكره، دي صفه للرجل يعني، تبقى وسيم فبقول عليه هانسم، هانسم. طيب انا كده مش متذكره حاجات تاني النهارده، بس ده طبعا الجزء الاولاني، انتظروني بقى الجزء التاني علشان برضو هقول لكم كميه كلمات كتيره جدا برضو بتتنطق غلط. Thank you so much, see you next time, bye.